السيد الرئيس، السادة الحضور، في البداية اسمح لنا يا فندم نوصل لحضرتك رسالة شكر وتقدير من كل شباب مبادرة ابدأ على دعم وثقة سيادتك فينا، واللي من غيره ما كناش هنقدر نكمل. احنا فخورين اننا واقفين النهاردة قدام حضرتك وقدام مصر كلها عشان نحكي قصتنا، قصة نجاح أبطالها شباب مصر ورجال الصناعة والمستثمرين الوطنيين والدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها. اتجمعنا وبقينا كلنا إيد واحدة. من حسن حظنا يا فندم إن النهاردة عدى سنة بالظبط على أول مرة قابلنا فيها حضرتك، يوم 28 أكتوبر 2021 كنا عرضنا على حضرتك فكرة ابدأ. من حسن حظنا كمان إن حضرتك وثقت في قدراتنا وقدرت تدعمنا وتشجعنا دايما، تحولت الفكرة من مجرد مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكبر مبادرة لتطوير الصناعة المصرية. سنة كاملة يا فندم عشناها وإحنا كلنا عزيمة ومثابرة وإصرار علشان نحقق حلمنا، حلم كل فريق ابدأ، حلم كل فريق الرصد الميداني في حياة كريمة اللي شغال على الأرض، حلم كل شاب في مصر، وهو النهوض بالصناعة المصرية. سنة يا فندم والمبادرة كل يوم عن يوم بتكبر، ورجال الأعمال المصريين الوطنيين دايماً واثقين في المبادرة وواثقين فينا وواثقين في كل الإجراءات طول السنة اللي فاتت. احنا زي ما حضرتك يا فندم دعمت فكرتنا وشجعتنا دايما، احنا جايين النهارده علشان نفرح اهالينا ونطمن حضرتك بافتتاح اول المشروعات وتدشين بعض المشروعات اللي موجوده، ونوري الدنيا كلها ان شباب مصر يقدر، واننا هنفضل يا فندم ننحت في الصخر لغايه ما نبني بلدنا، وهنوريهم ازاي قدرنا نعمل ده وازاي حققنا اللي احنا وصلنا له. احنا اولاد حضرتك، التجربة دي تجربتنا، وكان لازم نطلع قد كلمتنا وقد الفرصة اللي أخذناها. حددنا المحاور اللي هنشتغل عليها، وكانت تطوير الصناعة، تعميق المكون المحلي، دعم المصانع القائمة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري، وتوفير فرص العمل، وكل ده بالتكامل مع جهود الدولة والمبادرات السابقة، وطبقا لتوجيهات حضرتك إننا نبني على الموجود. وفورا شكلنا مجموعات العمل، وبدأنا باجتماعات كتير مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، رجال الأعمال ورجال الصناعة والمستثمرين، علشان نسمع منهم ونعرف إيه هي احتياجاتهم ونعرف أكتر عن رؤيتهم. ومش بس كده، كمان قعدنا مع المستوردين علشان نعرف هم ليه بيستوردوا ومش بيصنعوا، ولأننا كنا على قدر مسؤولية التكليف نزلنا على الأرض من خلال فريق الرصد الميداني الحياة كريمة، وقابلنا أكتر من 3000 مصنع من المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل أنحاء الجمهورية، وسمعنا التحديات اللي بتواجههم وحطينا إيدنا في إيدهم علشان مصر ما يكونش فيها مصنع مخالف أو متعثر. ومن هنا كانت فكرة إبدأ، وأسسنا شركة إبدأ لتنمية المشروعات علشان تكون الذراع التنفيذي للمبادرة، وبنشتغل من خلال 3 محاور بتستهدف القطاع الصناعي كله: محور المشروعات الكبرى، محور دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محور البحث والتدريب اللي بنستهدف فيه رفع كفاءة وإنتاجية العامل المصري. مش بس يا فندم وطننا أهم الصناعات، بل التكنولوجيا، وبنشتغل حاليا على 64 مشروع على الأرض هيوفروا 16 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية، سواء بإنشاء مصانع جديدة أو توسعات في المصانع القائمة. كمان احنا بنشتغل مع 33 شركة مصرية من أكبر المستثمرين في قطاع الصناعة، 20 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية من أكثر من 12 دولة بينقلوا لنا النو هاو، وده بيضمن جودة المنتج المصري إن هو يكون مطابق للمواصفات العالمية. كمان مش بس بيعملوا النو هاو، بينقلوا لنا النو هاو، كمان بينفذوا استثمارات أجنبية مباشرة بتوفر في النقد الأجنبي. جينا يا فندم النهارده نحكي تجربتنا عشان نقول ان في ظل الازمات اللي العالم كله كان بيعاني منها خلال السنين اللي فاتت، ابدا وفريق عمل ابدا كان بيشتغل على الارض، ونقدر نقول النهارده ان احنا طورنا مصانع قائمه وبنبني مصانع جديده. والانجاز اللي نقدر نقول عليه او النجاح اللي قدرنا نحققه هو ان احنا قدرنا نعمل تكامل حقيقي بين المستثمرين الصناعيين المصريين وبين كل اجهزه الدوله. كمان يا فندم قدرنا نجمع الشركات المنافسة المصرية في شركة واحدة بس يقدروا ينتجوا نفس مستلزمات الإنتاج اللي كانوا بيستوردوها من بره مصر، بالإضافة لكده إن احنا حولنا مستوردين إلى مصنعين. وكمان يا فندم قدرنا نساهم ونؤسس معامل اختبارات مصرية عشان نضمن جودة منتجاتنا في السوق المحلي والسوق الدولي. ومؤخرا يا فندم عملنا نموذج عمل مستدام لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، وخرجنا أول دفعة في محافظة سوهاج.
احنا كل اللي عرضناه على حضرتك طول السنه اللي فاتت واللي بنقوله دلوقتي بنقول لكل الشعب ان هو ده بس البدايه.